بس انتو لا هذول البقيه جيبوهم خلينا نفطر سوا. انا ما افطر دام سوا شباب اتركونا تفضل اي يلا وين الشباب؟ صيحوا لهم كلهم صيحوا لهم ما افطر الا ما يجون. ابو درب هو صار له شهرين ما مطر رواتب. يلا يلا بسرعه كلكم تعالوا كلكم والله ما افطر كلكم تعالوا. ايه ميخا حطوا لي موسيقى حطوا لي سقام خلت تتاثر العالم. ايه واه عزوز لا ويجيك تافه صفيق معه يقول لك خميس الخنجر مو قائد ولا زعيم مكون وهو برمضان ما يفطر ولا يذوق الزاد اذا مو النازحين داير مدايره. لا وشلون تفاجئ بيهم من شافهم عبالك شايف اهلهم مو النازحين. لك اعطوني سياسه قبل سواها ويا المكون ماله. ابو سرمد انت مو بشر. شو وقت تشغل فيديو؟ مو الناس راح تفهم غلط. عيد ابو سرمد انت مو بشر. انت ملاك يمشي على القاع. هو هذا الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف السياده اللي قدم الجمهور الخير والدعم والمسانده والمساعدات الخيريه واللي ما حط ايده بشغله اذا ما سهلت. لذلك احتمال يسموه خميس الخنجر المسهل. منعت الكتلة البرلمانية من عقد اجتماع لحسم مسألة اختيار الرئيس الجديد لأنه من هو اللي وقف الجلسة؟ الأخوة في سيادة لحد الآن موقفهم مو واضح يعني ماكو موقف واضح من سيادة بأن مرشحهم سالم العيساوي. لذلك لا يوجد اتفاق لحد الآن. صرنا علج بحلوق الناس كسنة. لا وإذا مو يا النازحين ما يفطر وهو معطل أكبر استحقاقات المكون. يو أبا لا ترى هذا الحكي مو صحيح. انا وياكم انه ابو سرمد سبب رئيسي بعرقله اختيار رئيس الجلسه بس اسالني ليش ليش. اولا حتى بس يخلص من لسان استاذ مشعان الجبوري اللي كل ما يقعد يمه وقال له يعني هسه تالي هذا المكون يقوده محمد الحلبوسي من طاح حظي ايش مكون. ثانيا حتى ما يخلي الحلبوسي يستغل الفرصه ويرجع يتفرد بالسلطه ويهمش التحالفات الباقيه اللي تمثل الاغلبيه بالمكون. شارع المحافظات السنية هو تقدم والدليل على وجود 45 نائب تقدم. فإحنا اليوم 44 نائب تقريبا ثلاثة أربع أعضاء المكون هم في حزب تقدم. إيه بهاي أنا وياك إنه تقدم تمثل 80% من المكون وإذا تقولون لا شلون جاب 36 مقعد؟ إيه ينطي لهذا الشيخ عقد وينطي ذاك الشيخ تاهو وينطي لهذا مدري إيه. طيني نص فلوس الصرافين اجيب لك ضعف اصواته. هسه اشتراهن ما اشتراهن بالنتيجه اليوم ايش قد عنده 44 نائب.